مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع مطبخ سيليا. اليوم راح نبارطاجي معكم طريقتي في تحضير مرق الفاصوليا الخضراء والبطاطا. هذه الوصفة بنينة بزاف، سهلة واقتصادية وكذلك سريعة، ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة. ولكن قبل ما نبدا الفيديو نتمنى الدعم القناة ديالي بالاشتراك ديالكم وبليجام ولي كومونتير، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تواصلوا بجميع فيديوهات القناة. اذا نبدا على بركه الله. بسم الله، اول حاجه نحط شويه الزيت النباتي يسخن شويه، ثم نضيف بصله مفرومه، نقليو البصل شويه برك، نضيف حوالي 4 فصوص تاع الثوم، ثم قطع من اللحم تقدري تعوضيه بالدجاج مع التحريك دائما هكذا لكي لا يلتصق البصل في الكسرونه. نحركو ملاح ونقلبو اللحم باش يتقلى ملاح، نخليهم حوالي 2 دقائق. ثم نضيف طماطم، حبة طماطيش مفرومة مع حبة جزر مقطعة إلى دوائر، مقطعة رقيقة هكذا باش تطيب بالخف. نحرك ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح، شوية فلفل كحل، شوية قزبر مطحون، وشوية راس الحانوت. توابل دائما اختيارية واللي متوفر عندك في الدار. ملعقة صغيرة من فلفل عكري، فلفل أحمر. نحرك ثم نضيف ملعقة من صوص طوماط، طماطيش مصبرة، طماطيش مصبرة. نحرك كامل المكونات. النار لازم تكون هادية ولا متوسطة، ما لازمش تشعليه مليح. ثم نضيف بطاطا مقطعة الى قطع الى مربعات كما راكي تشوفي، نخلطهم مليح، نخليهم يتقلاو شوية مع بعض هكذا. الكاسرونة ديالك لازم تكون غليظة هكذا باش ما يتحرقوش. ثم نضيف شويه برك من الماء هكذا باش يتقلاو مليح، نغطيه حوالي 3 دقائق هكذا، نخليهم يتقلاو مع بعض كما راكي تشوفي. ثم نمرق الكاسرونه ديالي بالماء يكون ساخن، نغطي على الكاسرونة ديالي حتى تبدا بالغليان، ونروح نضيف الفاصوليا الخضراء نحيتها من الكونجيلاتور، ومن بعد نوريلكم الطريقه كيفاش نكونجليو لا ريكوفير هكذا باش ما تفسدلكش. باغ اكزومبل كي تشري كيلو ولا كيلو ونص تخدميه اون فوا والباقي تلقاه فاسد في الثلاجه. هذه الطريقه باش تحافظي على لا ريكو ديالك، تخدميها في اي وقت حبيتي. اذا ها هي لا ريكو المرقه ديالي خلاص طابت، نطفي عليها. اذا مشاهدينا الكرام ان شاء الله فيديو تاع اليوم نال اعجابكم، ونتمنى تدعموا القناه ديالي بالاشتراك ديالكم وبليجام ولي كومونتير، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تواصلوا بجميع فيديوهات القناه. نخليكم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.